الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحينك سوچر تفسير كي سورة الزخرف بينك سوچر وحين صوم الرأي وحين قدن بيئي آيات كي كساب سنا أهل چنها يين چنة ذا قليان يين فاكي هفر ربضان يغسو قنتها چنة ذا قدهيدا چنة ذا وحي كبعون ايان أهل چنه قاچا كمبئين ايان وچنده گودهیده کومه گاچونایان کومنه هرادایان وحی باهی لوران چری وا کا هدای قووده ای خوق گودو متگایو ما ضعیفایو ما حنون سنیان ما تبعامیان ما عاچسیان ما دالیان ما سیحانیان وحی عنایان وحی عنایان تلدد ی معان سی عنایان ی فاکی هیسی وصابت اللوغة عبري وحي كعون ايان شنه قده هذا فاكهة ما هو وحي قاتشكو بين ايان وتفكه يعني تلدد يمعانسي يكو فاكهة يسن كن راح يسط هذا وحبه عوني وايان قاتشون ما ايان حنوصلنا ما ايان تبعاني ما ايان اوودو دون هوصل بعميس شركو ذا وحلو ابو ريل البقاء من الباقي النقضان إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وحلقوا إلى هذا وحيد ينكسوا من هذا الشنة ذا قده هذا إنا النولاتان وإذا أندمن إنا الدلين يراتان وإذا انقبوب وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا إنا عافمات قبطان وإذا انبكون مركا ما بكون أيان ما قبوب أيان دلين يرى نما لقو قلين أيان دا يقو إسقو وضا سرچرا أو جرد مرد أهو أنقد لو أقول شارب الله أقون ملخ أيهين سدحي سدن شر ميرين أيهين سدا سين يكون باقي نغنيا قال إيه شارب الطون يالن مايا قبوب مايا شر كود الضعيف مايو سدا سين دلن يرن مدى إيه حوق أكون باقي نغنيا هراد مايا سيحا مايا لكن النبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام أينام أهل الجنة أرجنهم السيحدان النبي قول عليه الصلاة والسلام النوم أخو الموت أهل الجنة لا ينامون هردده وقيرد ولا شيد الله بضا مدوى البتوفي بالك عبرة هردده مركز كك عدم حاتر هذا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا هذا مرتا ما هذه وحي أصغنا طيب إله أن النولي مركو الندلي دبدي وموت أصغر هردده وعدم شير قير يروي ساساود أهل الشنه مسيحنا يعني حين كسو غيهين راح يسب كسوي إن السيحن ويانا وحبه النقر ما يان دار الدنيا أنت إنه تشوقنه إن السيحن كمال بيناتها وكمال نسبي ما هو كمال مطلق وحقيقي ما أهل الشنه مسيحنا يعني لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله حيلي إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين كوا قبوط فلي وبمعنى قال لماذا يحمان تليم يكردن طيب جريمة أقويني وقال لماذا أعظم جريمة لليم دا قال لماذا ربي لقى كفر يوي إن المجرمين كوا قبوط فلي الدنبي هذا هو وين ليم بمعنى قال لماذا كردن طيب في عذاب جهنم خالدون عذابك جهنم قده سيكواريان لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر لك ما خفيفين أيه عنهم يقى حقه ذا عذابك لك خفيفين ما أيه الفطور والسكون يحس اللوني دوي مركا إنير عذابك لك ما كلقوين أيه أما لك ما خفيفين أيه وهم فيه مبلسون وحان لك خفيفين أيه والحال هم يقو فيه عذاب كبده سمب للسونة أي كقوستين خير ودن بي كقوستين رحمة الله بي كقوستين وخيرنا وكقوستين عيلا ذين علماء وسكوت يأس يعني حوي آمس بي آمس أي قوستين وإنما وخير أين رجين وما ظلمناهم الله حرمان الظلمين أو احتعديكم من السمين ولكن كانوا هم الظالمين هيا شو حي أهان شرين قار الظالمين أي أهاين قار حد قدبي حد قدبك هو إنه قال لماذا
إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. مركا الظالمين بيا هاي إلهي وحينو الشيغية قال ذا عذابك قشي إني كواريان عذابك عذاب كان أن مرنا بلغ خفيفين هدي اللي يلاهدو عذابك إني كواران محاصة ببي ويقالك قالوا بي مدير وإنتو نلشي الدنيا تشوغي آه أيو قالوا بي عذابك العذاب ينو عذاب أبدئه وانو إنبا كبحين مرك عذاب أبدي السبب تلو عذاب يوام حي ولي عذابك اللوغ وضيا حاولي عذابك دائم لوغ ديديا اللوغ وارينيا إسقو قدرك وإلهي عاسي أي أهي مدكوبا أو إنتو الدنيا دشوغيا شواب تيدو وحي تهي قالكو إسقو قالو بي ووقتو قالو بي أي أهيد مدكوبا أي مربحدو قال لما كلن تهي خبثي سوحو يهي خبثي أصل أوي حمانتا وحو يهي مد مرنبا وناك أخبر يسماهي حدون نولان لها أولي قينا قال لما داسوكو سونان لها مركا ما دام كفر أوني يسي يهي كفر قنا متأصل كو يهي خبثي قيسو خبثي مركا أصل أوي يهي مد عارضة آنو أهين هدو ولي قينا نولان لها نقال لما داسوكو سونان لها هدي الدنيا ذا اللي وسو علي لها إساقو نارتي سوار كينا قال لما دي هالكي وكميس لها وحي نقطة اللي قو عبال مريو بحسب النيتي سيدي أني إسناء اللي قو عبال مريو وحلوغي لعقابتي قال لماذا لقو عقاباي عذابك وحلوغي لمدى إما تشوك تابع لغريبا هدي اللي يلاذو قال هذا قار كتبا أني إسناء ولي وإسلام إنا وحلوغنا إيا نيادة أي شيغان إيان ووحي نشرين وحعضينا يا مر هذا قال لما كل انتين إنا مر نبا إسلاما مدعي كرتون سلا ساودت بو إلهي وحيري ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون هدي اللي علين لها والدنيا ذا اللي وسوا علين لها قال لما ذي بحالك يكون نقول لها وحي لقى الرئيبا يدب وقول الله أبمي لها قال لما ذي بحالك يكون ميسر لها بين بيني الشيغي مركي إليه العمل وناكسن بأن الله إمن دوننا هدينا لعليه ووراي كبين شيغيان اورك نوعاس وردبما وكاسا ساودت بعذاب كودا وخا لغا دغاي ميداي كواريان ابد الاباد ميداي كواريان مالغا نار تمرنا بابي اما يسو نارتو ابديه حكمت اي اشياء دا بلا وقال ان دمات كلاهين مخلوقات كقار كود بو الهي باقي يلا اولي غو تشريا ثمانيه حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم لبدا بيت وح إسكاله السيوط با إسكاله وحر سديد الشيء حكمي بقاغا أي عمي مية خلقي وح كرورنا ووضا بابا أيام سديد سوى محي هي العرش والكرسي نار وجنة وعرشي كرسي عجب الذنب عجب ذنب وحلا يلا ذا لفها نبر كسلسلة لفتة قدام بيسا فقار الظهري والسلسلة سيا يسد بتشوكته الطحن لفتة وجوه سيا حقة لقفر يستحكته وحلا يلا ذا لفتة الرقبة يلا ذا لفتة أصعدن ما هي دو حيده هو سئير أو لفوقه انت سعى عجب ذنب يلا ذا كعجب ذنب إلى الباقي نقول يسون أي الدليل كقصار وحديث النبي أيا الشيء يا يضو إن البابا إن شرك كلا إيا الله فاها كلا مرك البابا آن عجب الذنب وباقي النقنية عجب وأرواح نفهنا وباقي النقنية الأرواح إما معذبة وإما منعمة حتى أرواح الكفار باقي بالنقنية بلا وبيليه هنا دماد ملع مرك الله يقف هو الدمانية لو ما تشيده إن الروح ذو بابا إيس الروح ذي يجسد كبالة كالصارية هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح نار تيه تشنضى كم إذا يظن كذا اللوح والقلم وسديد دا شيء لوح إيا قلن كنا باقي بين غنيا مت سقالات بكتغي لهذا العلماء قاركود تسقالات بكتغي وحي تهي وأجساد الأنبياء وشرك النبي دا والنبي دا شرركود باقي بين غنيا أبد الآباد وشريان عيدنا عنميس عيدنا معنس أركان نارته أبدية
هيا شعدي أهل الكبائر المسلمين أه الدنبيوة وين اللي ما دين نارت أقري يقول نارت كواري مايان وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. عدي أهل التوحيد نارت ولا قصوا صاريا يخرج ناس من أهل التوحيد من النار لكن عد النار تكوى ريس أبد الآباد وحي نقريس قال ذا قال لماذا كل مطي ها هذا كوى قال لماذا قرسنا يي المنافقين تي النفاق ذو اعتقادك أها أما ها هذا كوى قال ذا قال لماذا عدي سني يقول وحي نقريس قال نار تكوى ريس أبد الآباد. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا خلود كالنار تؤن أبدي هينا وأبد لغو قيد يصدح آيات القرآن علينا وشهدك أي كم تأي آيات سورة الجن كسوغان يلبا آيات أكوكرة شرا آخر سورة النساء هي آخر سورة الأحزاب وما تشاهدنا لفظة خلود وكلي عد وحكوص أرورين وخالدين فيها قرآن كواكوبة طائب لكن خلود كأبد لغو قيد أيه نارنا كصاب سنصدح موضع كلي الله الرابع لها في قرآن كتب إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا في آخر سورة الأحزاب مركا خلودك هو أبدي خلودك تشنضنا هو أبدي سداد موضع بين كصا أرورت في قرآن ك يدو تشنضوا إن خلودك يدو أبدي هاي أبدا لقو قيدا ثمانية مواضع أتورنا يعلم الدين السخاوي وأبدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشرة يقينا أبدا وخالدين كدن بيسا كوب يطبن قور بيكتم يقين أهان وحيس كدري صدح دين نار تأيو سديد دي تشنظ على مدين السخاوي وأرطيق الشاطبي الشاطبي يدا نوا شرحي وأنا أرطيق الشاطبي مركا المتشابه اللفظي أيو النظمي وأفر بقول إيا ترتر البيت أيو كن نظمي هداية المرتاب نظم الله يلاهدو ومواضع ذا السوء القرآن ككتمي أي النظم أكت الماما أيو كترين أيو أي النظمي وآفر بقرية السيادة بيده على مدو حيسوين شرين متشابهات كقرآن كالمتشابه اللفظي نظمي الله قو إشارة أيو مركا قفك كحسو السنة أيو إن النظمي شرين وحلقا يابا النظمي يقول ريا موضوع كسها بالسنة إنو أهابا السورة الله وصان وفر أيو إنو مركا النظمي يقول ريا كذب لكن النظمية بضم بالله النظمية وقاركود ألفية ينهي خضري وحلية هاي ألفية متشابه اللفظ كصابصة خضري صاحب الحاشية حاشية الخضري على ابن عقيل حلية النظم كن بيدأه ومتشابه اللفظ بالقرآن وكو إشارة يوغو تلقى لي حفاظه إنكو حسوستان نظمية كلا بضم نواجرة مركب حوية على كل حال نارتو أبدية مقا ما ريسه مبا بعيصه لقى مصاري كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها مركز تو أي دونان إني كبحا بوالو علنيا كلما خبت زدناهم سعيرا مركز تي قمارتبا أولو البلو كرينيا حل أن أولو اللو كرينيا مجرتو شهنما إسكبختي أي سوح شرما كل كذا للقب سنة يا طبيعي مركز دنبا إسكبنا قونا أي سوح شرما walla gabixina ya marka dambe way haawanaysa waa laga saaraya dadka waa laga guraya oo waxaan u cuskanaya wa rahmati sabaqat ghadabi yaduna wax jira ma huwa baatil 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 kuka tsoo min nida tiri wax kasto la yidhi walla ma qaato xilli aan lagu celinayni ma jirto kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha khalidina fiha abadan ayatki hore inu sheegnay maray baqti ay saama gamaraysana ma jirto kullama khabat zidnahum sa'ira allah wahyuri إن المجرمين كوا قبض فلي وحلوش إذا كوا قال لماذا كل انتهي في عذاب جهنم خالدون عذابك جهنم قده سيكوا ريان أبد الآباد لا يفتر عنهم لقم خفيفين أيهم هاي عطسنا يعني حتى وقت هذا قار كود ملائكة يكوا إلى ذا إله النوبر إن ير نارتان لقم خفيفين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب هذا حل فربضا ما على هالضيان ملائكتي نار تدرشوك تي نار توحكو عذابي سي مركزي وحي إلى هذا إله إنه بريا حنو قبر ذان يخفف عنا يوما من العذاب مال عذاب ككم إذا إنه نقخف في هالمال يوم واحد إله إنه قبر يخفف
هذا أنه بريدان وأنه خفيفنا يخفف عنا يوما من العذاب ملائكته بريمايا وهي ملائكته وحن الله إذ من إسكقمت الله بصنيان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي ما عاصيان وحو أمره عاصيما وحين السمين يوحي الله فري كريو بي السمين وحكال الله ما إمر أيان وما السمين أيان وحيقول شوابان قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى والرسول لم يين إذن إمن حجوين عدعد إذن لا إمن وحيل أذن ها ونوي مدين تعذر دار إذن ملي مربى هذا الرسول لوي مدين يديد وحذر يمله قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في الضلال إذن كبريا إله إذن كبريا مركا وحلق خفيفين يا مجرور لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وعن عذابك لقى خفيفين والحال هم يقوا فيه عذابك قدهيس مبلسون أي كقوستين أي أيسون من رحمة الله إلهي إن حريسيس أي كقوستين تخفيف أي كقوستين مركا قوستين ومذا إلا آمسيان هذا صوت الله ينوشيك إن أي مركا بريئ سوديين إن أي تواوعيان إن أي وحوية مركا خزنة جهنم الله الليان بريوي دي سنيان إن أي مالك أي الله الليان وآيضا صوصع التابعين وشيك دونتو يعني وحوية يقوص إلا آمسان بيقوستينيو إن أي هاد الليان سيسوا فقس شوابت واحد تهي وحوية حلية ذاك لدون مركا وقدم بيسي قوص دقاريان وقت يظهر هو هاد الليان وقت يظهر عطسيه السمين أيان لكن مركا أقدم بيسا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون نار تقوليها إذا كد اللوبة أكهوغا مركا لقوي له دو أحي له حد لنا خلاص هذا الوارد ماذا رجنا واقوضا الله أحيلي وما ظلمناهم ما نظلمين أكما نحد قدب ولكن كانوا هيشي وحي أهادين هم الظالمين يقول كوا الظالمين تي حد قد بيها هاين كوا حد قد بيهم بابا هاين وحالا كان ضمير فصل وتوكيد كفائدين أي ظالمين إن أيهين يقول كوكو باي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا ويدواقين وماضي وحسن لوغة شيدا مضارع ويدواقين دون أنبال لوغة شيدا حماضي قال لوغة عبري ولتحقق وقوعه لعتانك صار نبأه وحقيقه كأنه إن سيد الله وإنه دعيه إنه كدق يا سيدي وحد عايو كلا كأنه قد وقع ونادى ويدواقين يعني ودواقي دونان يا مالك مالكو وخازن النار وملق ملائكتا نارتا وحكو عذاب إسا مسؤول كوها مالك بيويريان ملق مالك ليلهدو ليقضي علينا ربك ربي ذا هن حكمه غيري هن قو حكمه هن ندلو يعني إلهي نوبري إنو ندلو آنو دمانو قال إنكم ماكثون ملقي وحوكو شوائي مالك لورنشري إنكم إذنكم ماكثون وكسق نار إيسان نارته بمعنى إذنكم نول باكسق نار إيسان غيرينا إذنكم دعميس لقد جئناكم بالحق إلهي بان كرداتي لقد جئناكم حقيقة و إذن كان بالحق حق بانو إذن كان يعني حق بانو إذن لن مي بمعنى حق بانو إذن كان ولكن أكثركم للحق كارهون هيا شبدا كينو للحق كارهون كارهون للحق حق ونعيصان ونعبتين أم أبرموا أمرا بل أبرموا كسو قرتاس موحي السجين أحرق مليقين أمرا أما مولين الدبرين أمرا أرن فإنا مبرمون أنك أي مركة أرن سوغينا لقرتو ذا نكوفا شلنينو أبرم بمعنى أحكموي وشيق الله السوغي إلا قفر يريستي اللي أتكئي ليلة ذا حرق مركة لسوها في لغة العرب أدي الله باللغوت كلي الله يستصوه يعني لغي اللغ في لغة العرب وحلقوا لها الصحيل هذه سلة ما نقل الله صوهنا سيدا صدح لغوضة كلامركا إن لسكو صوها أما اللبا اللغوضة لسكو صو صوهاي اللبا اللغوضة لسكو صو صوهاي أي مركا لسكو سي صوهاي هذا كاسوح لها مبرم بالها في اللغة العرب يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من صحيل ومبرمي زهير بان إسكرها
لبنان بو أمانة يا أولي هاي داربان إلهي كل دارنا يا وحتيهن يعني مركل لبنان وقيمة بدن وآد ونكسن باتيهن حال كستاكو سبنتين ومن صحيح ومبرمين صحيح الكو وحرقا هل كمر لصوهي مبرم كنا وكاو حوية لما نها الله تدعي عود حرق لما نها الله تدعي لو كدوكتاي يعني وكا أدقي هاي كان وحوية لما نها الله تدعي كان كلي وكا أدقي مركا إبرام كو حلقات الماما يا أتكين تلا أتكين ما وحي مامولين وأي مركا وحوية دبرين وأي أتكين أمرا أرين لقرأة وأي دوني يندين تأي النبي غير كل أكرام فإن أنه مبرمون أنه أي مركا مامولا إنه أتكين إنه سيدقرت هذا الله فشري أم يحسبون أن لا نسمع سرهم نجواهم بل أيحسبون كسو قرتاس ما وحي أمرين أن لا نسمع إنا نمخلين سرهم سرتودا يا وحي قرصنيان الله ابتكو سري صنيان ونجواهم يفقود اي لحن شاشقيان هوس اسكو شيغيان ما انا نان مقلين بي موديان ييني مودي بلا ها ومقلينا ورسلنا لديهم يكتبون ورسلنا رسول الله يدو اما واو قال لغا دغه واو الحال وحنو مقلينا والحال رسولنا رسول الله يدو بمعنى ملائكتنا الصادرني لديهم يكتبون يجا أكتود أي كسجيه يكتبون حال كونهم كاتبين حاليهم قرقرية أي كسجين أما لديهم أكتود أي كسجيه يكتبون أي قريان خبر بعد الخبر قل وحات الأهدى إن كان للرحمن ولد إن كان أي ما كان مأهان للرحمن إله الرحمن كمذ أسغيها إماءها ولد وحبضين وإنت اللي هو النافية إله وحبض مره فأنا أنيغو أول العابدين كوغه الرئي إلهي عابدايا أكلق عابدايا عبادة أكليين أي أيان أهي وإلهي مرنب أمشرقين كسوى تفسير وتفسيرنا آخر وإن لها أنتوا شرطية قل وحات له هذا إن كان هدوء هذا ما هي للرحمن إله الرحمن كمذ أسغي هاي ولد أبض هدي تشري لهاي إن أبض أسغي هاي فأنا أنيقو أول العابدين كوجه الرئي عابد يا أيان هاي ولد كاس أما وتشكلا فأنا أنيقو أول العابدين كوجه الرئي عابد يا إلهي عابد يا أيان هاي أو كعابد يا اعتقاد كانوا اعتقادين إلى أبدلي بهذا الاعتقاد أما وجهك لا فأنا أنيق أول العابدين كوجه الرئي عابد يا أيانه يا الله أو كن الزهاي إن أبد السجية أما فأنا أنيق أول العابدين بمعنى أول الآنفين كوجه الرئي ديدا يا إن كريا أيانه وعبد يا عبد أيته وأعبد أن تهجى كليب بالدارمين بمعنى آنف ومعنى مركب العيا وحكى الله صلى الله عليه وسلم أن تهجو كليبا بالدارمين سأنا الله صلى الله عليه وسلم مركب عبيدا يعبد أيضا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات رب قعرركة أي أنزها وأنزها يا أحمان كدير والأرض يا رب قدلك رب العرش كبدلو عرش رب قيسا أي النزها يا أحمان كديرين يا عما يصفون وحن كن النزها يا وحي كصفين يا قالد وأكل شيء ذي أنا ما كنت الماما يا أصفا ذا لائق له وأهين أهاتي فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يعني كتك أو إسكدا يخوضوا هذا باشان يعني هذا إسكدا يسوأت كتكته ويدا بارنيان ويلعبوا وعياريان حتى يلاقوا إلى إلى كل ميان يومهم مالين تود إلى كل ميان الذي كاسوا مالين تاسأه يوعدون الله بلنقاضي إلهي وحينو الشيقية قال ذي نارتك الشي إنه ملق نارت فريه ذهي ومالك اللي يلاهده إنه يرواقيان ويرانيان إلهي النوبري إنه ندله ركا قيريد بيتش عليه السميان مصيبة يردباتدو وإن شهي وإن تهي مرك لقد دور بدو قيريدا وحد قرنيس إن تهي من آدي آدو وإن تهي أياد قرنيس
waxaanu ilaahay noo sheegay inay waxa weeye marnaba aynay jeclaysanayn geerida walan yatamannawhu abada marka waxa weeye aayadan iyo aayadaha kale iskama hor imanayaan walan yatamannawhu abadan waxa loo jeeday fii daari dunya intay joogaan ayaynay geeri jeclaysanaynin aayadana waxay sheegaysaa markay aakhira tagaan oo naarta galaan inay geerida tamaniyayaan oo jeclaysanayaan malagii waxay ka baryeen inuu ilaahay u baryo inuu ilaahay dilo ay dhintaan si ay cadaabkan uga nastaan oo cadaabkan joogtadii aan ugu dhicin laakiin lagama yeelaayo geeridan iyadaaba dhimatayba hatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markay ahlu jannuhu jannada galaan ahlu naarkuna naarta galaan cidda jannada gelaysana dhammaan ay ku dhammaato jannadii bimacna ciddii xataa ahlulkabaa'irka ahayd ee naarta soo martay xataa markay jannada ku dambayso ee naartii laga soo bixiyey jannadii ehelkeedii ay ku wada dhammaadaan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam geeridii oo wan suuraddii abaa la keenaa ha odhansay u dhici kartaa shayga waxyiga laynoogu sheegay nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam ama qur-aanka ama xadiidka mid kastaba ha laynoogu sheegay waynu siisa u rumaynaa caqligeennu ha garto ama yaanu garan muminiinta waxaa lagu ammaanay inay keybka rumaynayaan waladiina yu'minuuna bilgayb yu'minuuna bilgayb keybkay rumaynayaan shahaadada waxa la arko ee muuqaal ahaan loo arko dadku waa wada rumaysan yihiin gaal iyo muslimba imika gaalku inuu dhimanayo waa rumaysan yahay sababtu maxay tahay dhimashada ama geeridu waa shay mushaahada shay keybiya maaha oo wax la arkayo maadaama wax la arkayo ay tahay dadku inay rumaysan yihiin waa ka simayin laakiin ma bacda almowt waxa geerida ka dambeeya maadaamay keyb yihiin dee gaaladii waa beeninayaan cadaabulqabriga ma rumaysna naciimkii qabriga ma rumaysna su-aashii qabriga ma rumaysna qiyaamadii ma rumaysna xisaabtii miisaankii ma rumaysna jann iyo naar ma rumaysna waa keyb muminiinti maxay samaynayaan keybkii bay rumaynayaan shay kasta oo ku soo aroortay adilada kitaabka ilaahay qur-aanka iyo xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam wax kastoo ku yimi waa rumaynayaan caqligoodu ha haleelo ama yaanu hariirin alsharcu laa ya'tii bima tuxiiluhu alcuquul walaakin qad ya'tii bima taxaaru fiihi alcuquul culammadu waxay yidhaahdaan sharcigu wax caqligu mustaxiil ka dhigo lama yimaado ou leeyahay suuragal ma aha oo dadka cuquushoodu ay wada garanayaan in waxaasi mustaxiil yahay waa dhici kartaa dadka qaarkood waxaan mustaxiil ahaynoo dhici kara inay yidhahdaan waa mustaxiil laakiin cuqaladii kalaa ku khilaafsan taas alsharcu laa ya'ti bima tuxiiluhu alcuquul laakiin qad ya'ti bima taxaaru fiihi alcuquul laakiin sharcigu waa la yimaadaa wax caqliyadu ku wareeraan farqaa u dhexeeya inuu caqligu ku wareero iyo inuu caqligu mustaxiil ka dhigo markaasaas aawadeed nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam geeridii oo suurad wanaa la keenaa meel jannada iyo naarta u dhaxays markaasa leh yaa ahlaljanna yaa ahlannaar labada qolaba waa loo yeedhaa markaasaa geerida la gowracaa markaasaa la yidhahdaa yaa ahlaljannati khuluudun falaa mowt wayaa ahlannaari khuluudun falaa mowt ahlu jannay yacni waa waaritaan arrinkiinnu oo geerii ma jirto ahlu naarowna arrinkiinnu waa waaritaan oo geerii ma jirto marka dhimasho la dhimanaya ma jirto qaala innakum maakisuun culammadu waxay yidhaahdeen jawaabtan ugu dhaqsan maayo oo hore uguma jawaabayn waxaa laga soo naqriyay saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen kun sano ka aamusnaanaya ay jawaabta sugayaan kun sano markuu ka aamusnaado ayuu marka dambe odhanaya innakum maakifuun oo jawaabta marka ruuxa loogu dhaqsado hor loogu jawaabo waxa loo diidaayo loo diida iyo inta lagu raajiyo uu sugo 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 haddana beri dambe lagu yidhaahdo maya soo ma kala darnaad sida darraanshaha badan baa ku dhacays waxa uu allah yidhi xaq baanu idiin keennay badankiinuna xaqii waa nacayaan waa karaahiyaysanayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxa ku odhanaya malagaa ku odhanaya laqad ji'naakum bilxaqi walaakina akfarakum lilxaqi kaarihuun bacdu ahlicilmina waxay yidhahen maya ilaahay baa ku odhanaya dee gaaloo dhammi xaqii waa diidaysaa maxaa loo yidhi akfarakum lilxaqi kaarihuun
علماء واحد أكثر وحلوش هذا بمعنى الكل أكثركم بمعنى كلكم لمانتين للحق كارهون وجه لبعض بعض أهل العلم واحد مرين إلا يلا هذا بضم بالقوف السرية وحلوش هذا كودي معارضين تهاي اللي دبس عدي كوا كلنا وحيا هاي أتباع سيدا أرجع سقط بقلم زي الغنم سيدا حولها يدبس شوقين كوا سامي الشيطان أمر بالمري لكن لبعض وجه واحد صيفي عن كهره أكثر كله فسر كلي وشيء الله بعد نوحي أكثر كإنسي سلو دايم ما وحي ما أمولين أو إسخد ديان أرنا الدين تا إيا النبي جبا كو حريك مليقهيان يعني ما أمول أرن كودا برين إيا أيو إلهي بلان قاضين السمين أيو وانو السمين أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون واختي والبنا سيدي بيوت الله قال مركز طي مركز ما أمول يشرقول أي لي مادان أي وحصو أما مودان أي وحصو مركا وحوي ما مولانا خصو كعان أي دون يندينتي أهل كيدا أنا كل نكران إلهي بفشلنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إلهي وحينا الشيقية وحيالها إقرصنا ينقالد إن إلهي أقيهي وحكا قرصونا إلهي أنو تشرين ولما ملائكة إلهينا أي قريسوه وحل وحي مركا السمين ورسلنا لديهم يكتبون وحلوش هذا رسوشا رسوشي ملائكة هيد بلوشي ده. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إلهي وح أبدي أم الصغنان لم يلد ولم يولد إلهي وح أمر دالين عدو كأبدي الشيين ما شرته لا بالتوالد ولا بالتبني ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلهي وح أبدي أم الصغنان يسمى بمعنى مخلوقات كي سقار أبد كمردقان حقيقة وح أمر دالين واحد وي وأحد لما نمله لا يتجزأ ولا يتبعض ما قيب السموه ولد هو تجزأ والدك كريماني وهي ولد هو جزء والدك كامل وجعلوا له من عباده جزءا وإنك صام الرأي إلهي وحيوية لأنه بمعنى اعتقادي وكشيقين إن أدوم ذي السقار كاملة أو إساق جزء بمعنى ولد أما أبض إنه يتشران تم نتشران كإلهي واحد قل هو الله أحد وواحد الواحد القهار وككريدة مركا وحوية شيء شبه مشرو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولدكنا والدك شبه من أشبه أباه فما ظلم مركا وحوية إلهي وحبض السقنا ذي مشرو إن واحد يهانا لقوع عبوديا أو كاليقيا مركا علماء قاركوض وحيكرد قال إنت إني تاهي الشرطية سيدا واحد مرأي مفسرين بضم بامرأي إنك استو محمد الأمين الشنقيطي آد وقولك أردنا أو أرنا إيوه إن إنت الشرطية لقو فسرا وأرهن غلط أنصحها وجهة النظر كي سوحوا ليها قولك الصحيحة يوحون نقونا إياه إنت إنا في لقو فسرا الشرطية إن لقو فسرا صح نغن ما يسو وحي نغن يسو مركا وحي بمت باطل حير وباطل وقال له أكسون يا هاي أنت الشرطية ذا مركو هرأينا نكين صنين إلا بإلا شيء قال لقو حري إنو يهي شيء واقع وشرة أمو يهي شيء مركو حرعية أمو يهي شيء صورة قرى إنو دعوه مدنا بإنا نو أهين ولا قرنيا شيء مستحيل لقو حري كرا أنت الشرطية ذا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين نبي يدو إن الشرك لي ما دان وحدي عكرماها إلهي بكيلا ليوك دوري ومستحيل بعصمة الله الواحد القهار بي معصومين كيهين وكك دوري الشرك ومستحيل أن نغنى سين الشرك كدعا خطنا الله وحيد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين حكوك اللي في الشيخ إنه إذا قولك سوى باطل وحيدين الدين اللي يلاهده أنت هو شرطيه جواب الشرطي هو حلقة لكي فأنا أول العابدين فأنا أول العابدين هو حلقة فسرين إن لو قدت هذا كوقه الرئي إلهي عابدية وحيدة يا أيانها يا كريقي عابدية شرطي إنه باطل يا لقرنا يا شرطي إنه دعوه وربي أبد أسقنا هذا ومستحيل وأنا باطل ومستحيل شيء هذا مستحيل يا هينا مستحيل كمستحيل بالقو حرا الشيء واجب إن مستحيل لو حرام دعوه قاعدة محيطة ما علق بمستحيل فهو مستحيل
شيء واجب كأها الله إلا عابده كله وواجب مستحيل يضو معها ممكن كله معها وواجب لازم شيء واجب كأها مستحيل لوحر إياه توا باطل مر لي بوين الله كله إلا عابده هدي يا هديبا إيه إلا إله ذا هدي وبدو السقين يهان إلهي كله عابده إياه شرط باطل وي قرآن كان لوفصران ما بنانا معناها النوع عاصة أدو آدم وقود عراضي مرك إليه المفسرين تقار كود هيا شيء إلهي أبد أم السغنان مر هدانا أبد السغنان إلهي وكرنا فينا يا إنو أبد السغنية هيا كل جبان عابودية هدي الله نقضوا قواعد منطقية أو حين نقونا إساء قياس استثنائي وحلي لبه قياس استثنائي مقدم يتالي بلي بمعنى شرطي هي جواب الشرطي فعل الشرطي هي جواب الشرطي اصطلاح هذا مقدم يتالي باستعمال نقيض المقدم مقدم كالشرط يوحوها إن كان للرحمن ولد نقيض كسوى محي لكن ليس للرحمن ولد ونقيض المقدم بمعنى ونقيض الشرط واحد دوني نتيجة إنك كينا قواعد هذه الله نقضنا نقيض المقدم لا ينتج عقيل نتيجة صحيحة مردلا مركا نتيجة إنك مردلتين ويوحدعك كرتد إنك العامسين بصورة كلا بعض واحد واحد دون إني كنت توجيهيان ويلهدان خصوص كما أدد أصالة النقيض المقدم يانو تالي قدرين بي وجواب الشرط وكبرنا بي لكن وححد أي قدرتاي لخصوص المادة لا لغير ذلك خصوص كما أدد دردي تقول إذا كما هارين وحوي لمركا وحن نقونا يا شرط وحلو قيبي الله بقى يبودوا لزومية إيو اتفاقية شرطية اللزومية ماشي مركا مطالو وحين نقول إيسا على سبيل الاتفاق نتال تكالي قرآن كهدي الله النقضو مواضيع ذا كلام مسألة ذا أي قصة أرورتين مروى البو حيكت ما ديدوا من فئة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هذا مركا لم يلد ولم يولد تفسير كوقفي عن نوامح وتفسير القرآن بالقرآن إن قرآن كقرآن كالقفصر مرهدو أخبري كرأينو الشرط النقطية إن النفي النقطة نفي قلنا مواضيع ذا كرردان كو سأروري واتشي قد التباس كو كتشرا إلو قحن بارا ما هي أو جهد أو كوا فقي قرآن ككلا إلو قحن بارا اللازمة خير ما يفسر به القرآن تفسير القرآن بالقرآن على هذا وحول صدى صحري وإلا يلاد إن كان للرحمن ولد أي ما كان للرحمن ولد إن نبا إلهي أبض مصرنا لا ذكر ولا أنثى فأنا أول عبيدي كوجه الرئي إلهي عابد يا أيانا هاي عبادة أكل يين إياه ولد إنا نولا هاي نكو عابد إياه واحد يهو أحد يهي ومعنى واضح وعاد على كل حال علماء ذا وشي كلام مري مسألة ذا قدر كأشيخ آت كأنقدي نقد جيسا كدل لسي كما يود التقين قاربك اللحظة سيد الله قبض بأكو أركيسين وقاربه وحيدا فأنا أول العابدين للولد هدي لها الرحمن كولد أسقنان لها كوبه الرئي ولد كعابدان نقل لها وتعليق مستحيل بمستحيل لا تعليق واجب بمستحيل على هذا إشكال كميشة وكبحية وحاو قبضنا إيمان إيسان وحي التائن ويلاهدو نقيض المقدم لا ينتج التالي أما لا ينتج الشيء أنا وعقيم تاسنا وحرره وقاعدة منطقية لازم ما أهم مركز مركا إنه الرعنا لا على سوريا أبو العتاهي شاعر كيلورن شري الزهديات كانت كوجب يشري أيا جب يتري مركا ساوى حلقوي لبحرت الشعر كوا خلاف سين هذا مخالف للعروض عروض كوا خلاف سين بلي أبو العتاهي أنا متعاصرين وحي أهايين وحي متعاصرين أهايين واضع العروض أو خليلا سكو وقت يا هاي سكان خالي العروض كده تشين أيو قبي تشرو شاعرها أبو العتاهية فقال أنا أكبر من العروض وحلاني وعروضك وكوين هاي عروضك ما حكمه أنا أكبر من العروض على كل حال على ماذا وجه كان كلام مري وحكم إذا التابعين باكم إذا أتباع التابعين باكم إذا أي موى وين وتفسيرها كم إذا وكبار المفسرين إن بضنوا كم إذا وجه كان مري مركا ساسا ودي على كل حال وتشيغن مركا جوابتا لغدغو تاكله اشكال كو الشيخ الشيخ على كل حال ميمون
أهل السنة والجماعة وحي قبان شنظا يا النار تميد ولبا وأبورنتها يهد ويتشران ماها آخرة إلا أبور الدونة أما يوم القيامة إلا أبور الدونة ماها إلا بضا مد ولبا وأبوريه ونشران اعتقاد أهل السنة والجماعة وصاص ونصد نصوص تكتو سنس والنبي عليه الصلاة والسلام وحويلي اشتكت النار إلى ربها نار ربي يدعى بطي فقالت إن بعضي أكل بعضا فجعل لها نفسين وحي تلقار كيب قارك كلا أي عني وحوية لي لبن نفسي بويا كل كو قدران يا دويا أكو عركتان كل أكل أنتان وكل كي جهنم قبو قدران وقبو النار تجهنم مركز ساسا أودد دين كل كهد وقدران يا دويا أن كهينا يقبو قدران با كل كي النار تي قبو النار تبين يهين وحي عضين يسين أبو رنتو جرتون اشتكت فجعل لها نفسين وافعال ماضيه تكلا كل كي قبو كيم ابن الدنيا كهينا تحاجت الجنه والنار شنضي النار تضوضي مركز ربك الحكمه تكلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو الشيخين النار هي شنضى لبض مد والباركي رؤيتنا وحي كنت تعلق ذا شيء موجود الرؤية في اليقظه شيء موجود وشري كنت تعلق ذا شيء معدوم وانت شرينكم تعلق ذا حتى الجنة والنار وتولي ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في مقامي هذا حتى الجنة والنار أما حتى الجنة والنار ضبطي قمد والبالا ضبطي مركا وحوية أرواح ذا مؤمنين تيني كتشران الله قلنا عمين يا لينوشا أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح من الجنة حيث شاءت شندي بيداقس أحلا ينوشا إني شندي كسوغيه أكون نعمي صنيان مركا وحوي على كل حال شنضى النار تمد ولبواشرتا وانا ابورنت مد ولبواشرتا وانا ابورنت هي الله وحري ونادى ودواقين ودواقي دون ان بلو تشيد اهل النارو يا مالك مالكو ليقضي علينا ربك ربي ذا هن حكمه غيري هن حكمه هن دلو اي ليمتنا ربك لنستريح هن دلو سان الراحسن بمعنى انه قلنا صنع عذابك يعني الهي نوبري او ربي هن دلو قال إنكم ماكثون ملك يوحوك شوابي ومالكه إنكم إذنكم ماكثون وقصوا لنا إيسان نارتا يقال نرل يقيري من نباهين وقيري أي كان صنعين عذابك أين قصوا لنا النرل ونكسن النولين أي مركا وحي قصوا لنا النارت نفطك بحميس يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وعسكك اللفة يأين لقه عن وحيالها مركا وحوية جيت كزقوم كيا وحلا متكا دون تيسو تاجيا أكو مرجنيا وكدك واجيا ولا يكاد يسيغه كم الصدنا يعينه اللقاء يعني دون مريو ويأتيه الموت من كل مكان أسباب تي جريدة جيس والبوغا يمان يسوس صاح حضريس وما هو بميت هذا نفتك بحميس مركا وحوية ساسي كباقي نقنيا لقد جئناكم إلهي بان كل أرتين لقد جئناكم حقيقة وعدين بالحق حق بان وعدين كان وعدين لنمي ولكن أكثركم هيا شبدا كين كل قد بان لوتشيدا للحق كارهون لما أنت حقا وان نعيسا وكرهيسا نسانا دا قالتين أم أبرموا بل أبرموا كسو قرتاسي ما وحي مامولين واي حريق مليقين واي أتكيين أمرا أرن بقرأة الدين تي أهل كيسي النبي قبائي كلك ريان فإن أنكم مبرمون وحن مامولين أرنا أتكينا إنو أدقرتو ذين لك لطورو إبرام كو أتكين تسوي أم يحسبون أن لا نسمع سره بل أيحسبون كسوكور تاسم وحي أم لينا أن لا نسمع إن المغرين سرهم سرتو ذا أي قلبي قوضا كحن شاشقيان إلا بتو ذا أما النفتو ذا مركي إسا مركا أيوكو شاكينا تذا قار كود بادي هذا الآن قفك لمقلين نبا دعك ارتقفك إنو يسوكو نفسدي سيسلح الله ونجواهم يفقوا ذا عذا يكون أفقيا أن يعني مقلين ما يوم ملين يعني يوم ملين بلى ومقلين وأنا أقنعي ورسولنا لديهم يكتبون وحن مقلين والحال رسولنا رسول الله يضا ملائكة صادرني لديهم يجا أكتو ذا يكسجيهين يكتبون أي قريان أما وحي أكتو ذا كسجيهين يكتبون حال كونهم كاتبين حال قريان أي كسجيهين وحي قريان خير يشرب وحي لي ما دام بقريان ما يسميان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
قل وحات هذا إن كان للرحمن أي ما كان أمسقنان للرحمن إله الرحمن كولد أبد أمسقنان إن نبأ ولد عرفه وحيك عام بحضي إن لا استعمال إنك لكن لغة عربيد أصالة وحلقوا إلى هذا ولد روح الله دلال إلى هذا إنك يا إن أنت كلبك يا ددي قمد والما هو ولد إنك هو ولد إن أنت هو ولد وعرف سود الرياء إلا إلى هذا ولد هو إنك قرآنك وحكيمي لغة عربيد أصل كأهيد سيد حقيقة كأها ولد إنه يهي كلا دلو وفعل بمعنى مفعول ولد بمعنى مولود إنك سيد الله دلو إن أنت الله دلو ما اتخذ الله من ولد ذكرا كان أو أنثى عام أما الله هل نغضي أما الددك هل نغضي وحبه إله ومصونا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أولادي أنت الله الشيء قال لقيبيين اللي بيددقيهين فأنا أول العابدين فأنا أنيقو أول العابدين كوقه الرئي إلهي عابدية أكلق عابدية أيانهي أتشيك الله بعد وحين قنا إسا قل وحات هذا إن كان للرحمن هدو أسقنيهي إله الرحمن كأسقنيهي ولد أبد أم السقنية إن أسقنا هذا نمصور قلاه فأنا أول العابدين وحانا هاي كوقه الرئي ولد كعابدية ويا بقر كإنن كأود لي وبقر هذا يدعي لهاي ماذا عيسو ما ندعين ما ندعي دونتي أبدين إلهي أسقنان لها ابن الإله وحن نقول لها إله بن نقول لها لكن حاشا وكلا إن أسقنا هذا أبد ما ندعي كرت ما ندعين قل وحات رضا إن كان هدو أسقن يهي للرحمن إله الرحمن كولد وحبدي أم السقنا أم السقنان دونه إن أسقنا هذا نمصور قال لها ويوا إن شرطه سلم على شيخ النحاة وقل له عندي سؤال من يجبه يعظمي أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي يعني أنت الشرط يضع شيئا دعي إن أمل قشك سيئة أمام مستحيلة أي الوحرة على سبيل قلة نوادعي كرتا إن وضع مستحيل نوال وحرة فأنا أول العابدين أنا وحان أهي مركز كأوقه الرئي عابد ولد كاس أي نقول لها لكن ما دام إلهي الرحمن كان أبد أسقني إن ولد عابدا مصور قلقها وهي ولد بهدان أسقنين دي وحوية إن عابدا مدعي كرتو لكن ما علق بمستحيل فهو مستحيل وحي مستحيل لقوحنا ومستحيل سبحان رب السماوات والأرض ربك عرارك يا ربك دولك أي حمان كالنزهان وكدير النقصان يا حمان يا عيب وردن كدير رب العرشي كبدلو عرشك كأو ربك أهو الله أي كالنزهان وكدير عما يصفون وحيكو صفين رب العرشي على ماذا قال وحيكو فسرين إن لوغة تشيدو عرشك كرسك إن لوغة تشيدو وأنا سيد الجلالين كمريو جلالين كوحو هذه يشاركو فسراء عرشك كرسك لكن صدى الصحيح وحي تهي عرش دي كرسي بيني كالدوانيهين أحاديث النبي أنا عضي سيلا ومخلوقه كالدوان عرش دي كرسي بينيهين الله بدا عرش دي وين شبذية عرش دي نصرية كرسي دي كيرية هاي هوسينا أحاديث تسلا عضي سي سأسود إن عرش دي كرسي دي لقفصرة وغلط صح ماها ومخالف لحديث رب العرش علماء قال وحي كفصرين خالق العرش كي عرش دي أبوري يا أبو رسل مخلوقات كردن إلهي وأبو ري مخلوقات كردن أي الله أبو ري عرشك محل الله صغار يا لهدي خلقي اللي قد أبو رسل ولما قال وحي يا ربي وحي اللي قد بمعنى صاحب أي اللي قد أرق ربي معاني بضم بي لهذه سجاع النظم يسوي حكوش يقول شن يتون معنى إن أرق ربي أي لهذه مركا هذا وحي اللي قد بمعنى صاحب اللي قد تفسير كوفي عنا وين قرآن كالإسك فسر الله أنا وحي لي ذو العرش المجيد ذو العرش وكعرش أو صاحبك مركا رب العرش وحلوتش إذا صاحب العرش ذي العرش بلوتش إذا ربي بمعنى صاحب بمعنى ذي تفسيرك أوقف عن وكس وأنا معنى كخاصا معنيه كصاب سنة أبو رستا حيلا سيداراتها وكعرش أو صاحبك وحلوت الماما يستواء إلا هاي عرشك كسر ريو وإشارة إلى صفة الاستواء أما يصفون وحي لهي كصفين ينبى ربك النزهن يوكديريهي فذرهم كتغدا يخوضوا هدا باشان بمعنى هدا كتغدا ديسو ويدبالنا يان يخوضوا ودبالنا يان باطل كود يدبالنا يان باطل كود اي يدبالنا يان ويلعبوا وعيار يان يعني ادو يدودا يوحوض اسك عيار يان حتى يلاقوا الى اي لكل مان اي يدبالنا يان وعيار يان
يومهم ما لنتو ذا إلى كلمان الذي كاسو يوعدون لو قبل أنقاضي أي يوعدونه لو قبل أنقاضي أما لو قودي ما لنتو لو قودي إلى إلى كلميان هسكت باشان وهبق لدى ما يستند وهو الذي إلهي كيوي في السماء إله أي هو إسق في السماء إله معبود جنسي السماء قده هذا لقع عابده وكعررك لقع عابده وفي الأرض إله أي وهو في الأرض إله وكذلك قده سنة لقع عابده وهو إلهي الحكيم وكحكمة بدن العليم علم بدنوي وتبارك الذي وحبرك ذي سيا خير كي سبتين الذي كي له إسقع يوسق أنت يكلق ملك السماوات والأرض عرارك يلشدو ذا يدلك يلشدي سوى ما بينهما يوحى ودحى يعرك يدلك يلشدو ذو كي كلق أسق أنت هاي أيا بركة ذي سيا خير كي سفربتين وعنده أكتي سنة أي كسق أنت هاي علم الساعة أي علم وقت الساعة قيامة ذو قورت دعيسو وقال كيدنا وأكتي سكسقي أي سقو كلي أق أنعد الله أقين وإليه ترجعون حق سو كلي أنا اللي دين علينا يلا إلى غيره ولا يملك مهنا نيان الذين كوي يدعون أي يدعونهم أي عابديان قاردو من دونه إله غيرك أي عابديان حالي كطلابين وكقد بين متجاوزين قصر العبادة على الله عبادة إن إلهي ككوبان حالي كقد بين أي عابديين الشفاعة شفاعة من ملكيان ومهنتيان إن الشفاعة قاضان ما أودا إلا من شهد مدقري مويانا مدكلا ما أودا بالحق حقري ككلا مكري كرو الحقري وهم يعلمون وحي حق قرين وكمرخاتي كعين وشهادتين كقرين والحال هم يقو يعلمون أي قرن يان ذلك أرنك أي قرن يان أقون لي ولئن سألتهم إلهي ما كنت ارتهداد ويديسو قال ذا من خلقهم يا أبو ريقا أما كوا وحابودا يكوا العابودا يا أبو ري خلائق دورنا يا أبو ري العابدين والمعبودين جميعا لا يقولن وحيرنا يا نعرنا يا نعرنا يا الله الله خلقهم إلى هيبا أبو ري أرنا يان فأنا يؤفكون حق اللوغة قلبيا حق اللوغة قلبيا حجدي ما دام عنك أعضهي حق اللوغة قدية يا حقا اللوغة اللي حنيا وقيله يوقيله ولا بقرة السبعية اللهم كلا كرقوا يهن له أصلقوا هذه اللهم كرقوا وحين غنيسا إن لقوا عطفا سرهم ونجواهم وقوم أما وجه الله بعد إن لقوا عطفا الساعة ومحل كلاق عطفا ومعنى وحود عيا كأنه إلا يري ويعلم قيله أما قول له قدر وقال قيله هذا الكيس بيولي مركي هوصلق انتهي وقراءة مصحف كأه وقيله ساعتك عضف اللفظك عضف وعنده علم الساعة إي وقيله أي وعلم قيله وعكره إلهي أكتيسو كلي أهاتين أو ربي أقيهي هذا الكي النبي يلي عليه الصلاة والسلام دميرك هادو حون نغنى يا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكي النبي يلي وقال كيس أي إلهي أكتيس أهاتين أو إلهي أقيهي حن النبي يقول ما قول قولك وامحي يا ربي ربي قيو إن هؤلاء كواسي قوم لا يؤمنون وضد أنهمين إن وإيمان الله إيمان فاصفح عنهم إلهي بأمرك أهدبوه أمر كنصيني الله وحكو يلي فاصفح عنهم كتشي سحقودة وقل وحات لهذا السلام أي سلام لكم نبت قل يا إذن سقناطي أما أمري سلام أرنك يقول نبتقلي أما السلام عليكم فسوف يعلمون وقت ضمبي قرندونان تعلمون أي يعلمون لبدأ ولا آخري هذه أي مركة تعلمون نقطة وخطاب مركة وحي النغنى يساء إن يقل له هنشبه فسوف يعلمون وقت ضمبي قرندونان إلهي وحي نشي تهديد قال دي له هنشبه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وتهديد يهن شبادوي عن وحي لك كل من وأركض دونام بمعنه دعيا وهن شباد وهن شبيو وحي لهاي نوشي قيا عري يردل بإسراء اللقوع عابدا إله وحلوت شذا بمعنى معبود مركب معبود فيهما في السماء في جنس السماء في جنس الأرض جنس السماء جنس الردل بإلهي من بلقع عابدا
بمعنى أحق لإن لقى عابده أم تيستين لقى عابده تضبض عرية تضبض دولية وحاول حيابة اللهم بمتيستين لقى عابده لهنا وكحكيم كحكمة بضا وكعلم بضا خيرك إلهي وابدن تبارك تفاعل من البركة بركة وحلها خيرك فره بضل دائم كبالي لذا إلهي لو شيء إنه ملكي ولا نسولي الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما مرهد ملك قردن لي يهين إساق كالي إلا عابدو حق لي تكال علم الغيب كإساق على قارة وعنده مفاتح الغيب تقديم كالهرمر عنده حلقة قادنا يا حصر كوبس تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر خبر كان حق يسوحي إنو الضنبي ولا صف في الأخبار أن تؤخر وإلهي ترجعون حق إله يكالي اللي دين علني مع ملك بالهرمر ونفس القاعدة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وحي إلهي نوشك يا وحلا وحي إلهي سكدي عابوديان أما إلهي غير كأي عابوديان شفاعة إن هنانين أي شفاعة قادان مويان عد موحدة والتوحيد كقرطي ولبا التوحيد كان أعلم لمويان وقال ذي قاركود وحي عابودين دم ملائك قاركود وحي عابودين نبي قاركود وحي عابودين صالحين دي كواسي شفاعة وليه لكن قالوا ما شفاعة قاضيان شفاعة إلهي إذن كي سيكون حرمت لكن هذي دكحنا عابدين هذي درع عابدين هذي قالع عابدين هذي مركا شياطين عابدين يا هذي قرح عابدين هذي ضيح عابدين هذي حدق عابدين هذي أشياء ذي كلا أي عابدين ده شفاعة يقوم ما هم تيابا شفاعة نوح وين بيقال ذا أطهر وعبادة إلهي غير كأي عابدين ما هو حيقول للصمتها يا ذي شفاعة قاضا ما هو الدليل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله وحينا شقيا وحي عابدين الله سكدي وحان دبينا أنفعينا وحينا أرانا ينكواسي له أكتيس إنه قشف في عقاضيا عبادة إله عدان هنا يعابدين وحي يقشي ذان بوحي طاي ربي أكتيس إذن قشف في عقاضان يا ربي هيدين دويان قصادة وحي أرانا يان مشرك العرب ما بين رميسنين بإلهي إنه شربة لأنه خالقي هاي من رميسنين وهذين الرميسنين سيدي أولا هاي المركة أشياء عابدين لا تأي عزئي وحلا متكا أما يعابدين ملائكة عابدين أما يعابدين نبي ذقار كود عابدين أما يعابدين صالحين أي عابدين أما دكحان يدير أي عابدين أما قرح أي عابدين هؤلاء يشفعون عند الله سيولا هاي ولبع علماء ذقار كود وحي لهذا أشياء كلي عابدين هذا يقول رحتهاي هذا يحدقتهاي هذا مركا وحوي أصنامتهاي رمزيين يهين بيوقبين وحي رمزي كيهين وحي كليهين وحي رمزي كيهين كواكبتا يحدقها يقول رحو وحي رمزي كيهين ملائكتا يا صنمدنا وحي رمزي كيهين يعني وحوي يقول رحضي يضيحي أشياء ده كواسنا وحي رمزي كسيهين ملائكتا الشيء أي عابدين مرادكو أهاي الدون ينو شفاعة قادا أي رموز أسي السمايين كان هو صدوين أي سيمرين وحكرا لقى قادنا يا شهادة حق قفك كمر خاتك على شهادة التوحيد وحي أنفعي الساهدو قرنا أهدي وحال الله وحي الشيقي سائنو قرنا وحال الله وحي تلمام يساهدانو قرنا إن التوحيد الشيقي سيئين الله لعابدين الله كليه هي وحبانو قرنا إننا أنفعي بلقى قادنا سأل الله قادنا واسلي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهم يعلمون وحال والحال وصف لصاحبه قيد لعامله قاعدة عربية محي شيء حال كوحو صفوية هي وصف لصاحبه صاحب الحال كا أي صفوية هي قيد لعامله عامل الحال كان الشرط يعني حال كوحو به عامل الحال يا صاحب الحال صاحب الحال وام حي وموضع على حالين أما فاعلك أما مفعولك أما وحوي خبرك أما وهكذا عامل الحال كنا إلا حالك هو معموله ومنصوبه نصب ذي عمل با وحكى صدي عامل با كان صدي نصب ذي محا عمل فلان مركا الشهيدة هو عامل الحال كي صاحب الحال كنا هو أفاعلك الشهيدة إلا من شهيد مت قري موياني هو إساق منكو قري بالحق حق رو كمر خاتك عي وحو قري أي هو إساق والحال هم يجو يعلمون أي قرنا يا مدرين محاب حضي هذين أي قرنا إنن وحي قريب ده ما أنفعش سألوا قدر إيشني أساس
لما شرطيو الفاظا تفسير كودي سيدي اوكل ليه يلق بضع ايلادها انو قرن ايا شرطي معها لكن وانو قرن ايا الله انو واحد يهي كاليق عبادة حق ليه يهي اتكل الا عابدا اين يبناني انت هو انو قرن ايا لكن تركيب كانو لقبين كلا شرطي امراتكم معها حاشا وكلا هو قاد انساس معناها اجمالي ايلادها كلمة دو إجمالا إن أقرنا يا شرطي لا تفصيلا تفصيل مصارة عمد إن تفصيلا أقرت مصارة لكن كإلا عابد أحق له إن كلي هاي الله هاي خلقي أنا إساقو أبورتي كلي إلا عابدنا حق لي هاي إتكال إلا لعابدنا أي لي بناني وإن أنت إجمالا وإن أقرنا ولا إن سألتهم من خلقهم هداد ويدس يا أبوري وحيرنا يان الله وكا حتى مركي دارنا يان دارتك ما الضم بيستدي الله بيكون دارين شيء وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت مركا وحوي أدلاد وحينو الشيء قيسا قرست أي قرصنايين الله إنو تشره وخالقي هو وح أبوره وح أرزاقه وح دبره وح مامله إننا يحبأ الترين مركا عبادة كلي عابد ويين عد لعابدين ولو هبين هدان عدا وحن دون إن إنا إلهي النور دويين أما إنا إلهي أكتيس نوغش في عقادا بان دون إنا مركا يسيدا إلى هدين وحالله وحي أتر تيقرس تيقريين تشريتانك إلهي يا خالق يهو رازق يهو مدبر يهي ومالك يهي وحي أتر تمجرت الله حيلي وهو الذي إلهي كيوي في السماء إله أي هو في السماء إله هو اللي قدري صابت اللي قدري يومه وحلو قدري الذي بابا شطى الله الذي واسم موصول اسمك موصول محبه يعني سلائي عائد بوبه سلاد محي نغطاء أما الجملة النغطاء أما الشبه جملة النغطاء سوما مركا الجملة لما يسر من نغنى يسو في السماء إله واتو الشيخ الورنشري محمد علي بن حسين المالكي واتولي والوصف مع مرفوعه كالمفرد إلا إذا استغنى به عن مسندي أو كان صلة لألف فيهما في قوة فعل فافهما شيخ كم ذا علماء مكة وعربية ذا نعاد وشيك أنا كتب عربية له أي وحولي وصفه يعني مرفوع عيسى مستطر كوه كقرصون وحكاد لغيها اسم مفرد وكلا الوصف مع مرفوعه كالمفرد حكم جملة مره إلا إذا استغنى به عن مسندي إنه خبر كجمر ميموياني مرفوع أس أو كان صلة لأل أما هو هذا الصلة أل هو هذا وأشي موصول ظاهر أي شيء ففيهما في قوة فعل فافهما لبضى موضع قوة فعل بوليه وكذلك فعل وكلام حنا قلنا إساء جملة فعلية إنه كذلك مركب وحوية إله هو وصف هذا وإله وصف وصف مشتق كل يبا ضمير با مستكن كوه قرصون لكن كل يكما في الله ينصل النقطة ساس أودي ذو حل قدري هو أي لا قدري سئ الجملة النقطة تكلا معنى فاسد كإيمان كره الديك لو مرك وحوي هو ذا أن لا قدر هو ذا مر والبوح النقطة يساء الذي بين غنس عشرة مسألة إلى هدان نكرد هذا يصون النقطة وحيفاء النقطة غير الأول لكن معرفة هذا يصنع نقطة إسلام كي هري نقطة هذه الشيء مرنا نكرر لقول شيء مرنا معرفة لقول شيء أنا مر لبات كوحي نقطة يساون كي هري من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة المكررة تغايرا ويعرف ثاني توافقا كذا المعرفان يعني قاعدة وشيء يو سيوطي أي شرتة وتلمام يو قاعدة مركع عانا شرتة نكرة هذا يتم هذا يضو مركع صنع نقطة ويكل الدونتان فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يسر هو الله وأكل الدوين ويمد ولا منكر لكن هديه حوية كاللباد لو معرفة النقضة وحو النقضة عين الأول وإسوافق يعني كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الرسول كالضنبي الله الشيقي والرسول كلا سوى الشيقي اللي افتيسيوه كاس النغنية كاس أي النغنية هديه لكن لباد ومعرفة النقضان وحي نغنى يان اسكمدين نغنى يان على كل حال علماء قاركود بقاعدة ذا سيري وحوي نظر باكسفغان ما لها السعر ريان وحكم بذا هل كانوا كلا يضعون نكرا بيسون نغنى إله يا إله
هذا نوع عين الأول وأسكمد يضع معرفة يسنى صنع ونقطيبة جرتها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من نوع جزاء عمل أه من نوع جزاء أبا المرنة وأكل لبا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. حضنا النفس يا نفس، عين يا عين، هكذا وأكل الدوين. على كل حال وحورنا يا مركز سيوطي ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة بها الدين السبكي. أين السبكي وصاحب البلاغة؟ ما هتاج الدين ما بها الدين السبكي بها وحو أرن كان نقديه كبريي شرح بكلية كتابك التلخيص عروس ليله ولا مجلد وحو كبريي تصاليال وحانوا لواء قاعدة إشكال. على كل حال وحيك جوابين علماء دون يلهدان قاركود وأغلبية. وهو الذي له خوي في السماء إله أي هو يسق في السماء إله أي معبود فيها وكتشنسك السماء لقده هذا الوعبد. وفي الأرض إله أي وهو في الأرض إله تشنسك لقده السنة وإله الوعبد السماء هذا السماء اللي ومتشهده أو حلقات ما يتشنس السماء وتضوضي وكل عيس يتشنس الأرض ومعبود كمركه وحي الله بدل عابد الهنا وحلوت شذا بمعنى معبود مركه معبود فيهما تغير مكان يسو يظل اسكو عطفي هذا مغايره وحي ودعيسا حد عده عبادته كدعيس امرنا اهل الارض بي كدعيس امرنا اهل السماء بي كدعيس اعتبار كاسا لغا ايغاي ان معبوديتي مركه وحويه معبوديته في السماء ان معبوديته في الارض لا يسكو عطفي مركب باعتبار إن عدك للدوان كده عيسى لا يسكو عطفي لكن الله بيكو ذا عيسى عباده الله بعباده هو ذا عيسى كليق بين العابدية. وهو إلهي الحكيم وكحكمة بضن العليم علم قبضن وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وحبر كديسي خير كيس فربطي الذي كي له إسقى قرأ وسناضي ملك السماوات والأرض يا لشضى يعني عرركا يلا شدود يدلك يلا شديس وما بينهما يوحى ودحي عرركا يدلك يلا شدود كي كلي أسونا تا خير كيس يبركدي سفر بطي والله وعنده إسال أكتيس وكلينا وكسغي هي علم الساعة أي علم وقت الساعة قيامة قورت دعيس أقال كيدو إذن الله هين أقي مجرتو الله قرأك وإله ترجعون حق إله وكلي ليدين علينا إياه. ولا يملك مهنا ريان الذين كو يدعون أي يدعونهم أي عابديان أما يدعونهم أي بريان قالوا من دونه إلهي سكدي أي عابديان حاليك قد بيان إلهي عبادة إنه يكو كوبان عدى مرك عابديان مهنا ريان الشفاعة الشفاعة قاد مهنا ريان إلا من شهد على ماذا قال استثناء هو منقطع بين الهدين لكن مرك العامي كو العابد أي السوقر حتى ملائكة العابدي يا نبي يدي العابدي سيد المسيح يا صالحين تي العابدي سيد مريم يا صالحين تكل العابدي لما نمرك لسوغريو وحنا غنيا دي كوا العابدي قار كميدي اني الشفاعه هنانيا لكن اهل التوحيد اني الشفاعه قادن بي هنانيا مشركين اني الشفاعه قادن مرنا وما هنانيا ومشرك مركا كوما شفاعه النصيب اصاله الا من شهد مد قري موياني وكم مرخاتك عيب بالحق حق ري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لي وهو حق غيرين والحال هم يقوا يعلمون أي قرن أيام بي حق غيرين ضمير كمر لو علنا يا الشهيد وحلقة لغي مفرد أو هو وباعتبار اللفظ مركي ضمنا هو لتشمعي وهم وباعتبار المعنى أي اللو تشمعي وشمع لغة لغي أو هو أن لو أرنا وهم لو يري يعلمون اللو يري وهو الضمير كاللوغش ولئن سألتهم إلهي بان كل أرتيها داد ويديسة قال دان من خلقهم يا أبوري من كما خلقهم أبوري لا يقولن وحي أرنا يان أرنا يان أرنا يان الله خلقنا إلهي بان أبوري أما الله خلقهم إلهي بان مخلوقات كأبوري فأنا يؤفكون حقي اللو قلي بيا اللو اللي حين يا أحق اللو قلي بيا مر هذي أركين دليلك وقيله أي وعنده علم قيله إلهي أكتيسو كاليا وحاهاتي هذا الكي النبي يقول عليه الصلاة والسلام وقال كيسي أخونتيس يا ربي أوي لربك يو إن هؤلاء كواسي
وقاردية قوم لا يؤمنون وقاران رمينين ويؤمن لا إيمانين أرجع ربي قرآنك وخصوصا نقضي لكن لبا موضع مويان مرنا بحرف النداء قال مشيقين وموضعان هي موضع سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لبا موضع بيأذى لكياني الله الشيقي يا النداء قال انت كلا في جميع القرآن أرجع ربي حرف النداء واحد فيه هذا دعوينك النبي هذا دعوينك الصالحين دعوينك إلى هاي برايا مؤمنين دعوينك حتى قالوا كدوا عيسانا في الآخرة دعوينك الدنيا كدوا عيسانا وقت هذا غير كد يعني مركزته يا ذا اللي مشي لبدا موضوع بيسارت فاصفح عنهم كشيس حقه ذا على كم من صفحة العنق ركو قفوا كشيسو قرط لين عيدا سامو قنايا فاصفح عنهم وقلوا حتى السلام أي أمر السلام مرك واحد هو قبل الأمر بالجهاد هذه لها أرن كيقول نبت قليه ويقول نبت قليسان أنه قنيسا على هذا بيد هذا المنسوخ يعني لقلنا السخي بآيات الجهاد أما السلام يعني وحوي متاركا لو قلت شيء أنك لنبت قليه أي سلام لكم أما سلام عليكم أما أمر السلام إن سلامت لقب بلابه قال هذا والله ينقرر لكن إن سلام لقب بلابه يقول لقمت شيء ده متاركا لو قلت شيء ده بلي كالتق فسوف يعلمون وقت دم يقرن دونان والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.